مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان التنوع الحيواني. توازن طبيعي رهين بالحفاظ على التنوع في شتى مجالات الحياة، والتنوع الحيواني جزء مهم من هذه العملية، والتفريط فيه كيؤدي للإخلال بهذا التوازن. بلادنا كتوفر على تنوع حيواني مهم وكبير، كيضم أكثر من 24 ألف نوع من الوحيش، وكتوزع على 92 نوع من الثدييات القارية، و334 نوع من الطيور، وحوالي 1530 نوع من اللافقاريات القارية، وكثر من 7100 نوع من الوحيش البحري. إلا أن مظاهر الجفاف والتغيرات المناخية اللي كيعرفها المغرب اليوم كتهدد هذه الثروة الحيوانية. الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي اللي قامت بها الوزارة أكدت أن التنوع الحيواني بالمغرب الأكثر غنى وتنوعا بالمقارنة مع الدول المجاورة، واللي فيها أكثر من 24 ألف صنف من الحيوانات، 11% منها كلها من أصل مغربي، وهذه الحيوانات فيها ما هو بحري وبري. شنو العوامل اللي كتهدد التنوع الحيواني في بلادنا وكيفاش ممكن مواجهتها؟ من بين العوامل اللي كتهدد هذه الثروة الحيوانية تدهور المنظومات البيئية اللي تعيش فيها، سببها اشتتات الأراضي الغابوية، الصيد المفرط، استعمال المبيدات، الجفاف، بحيث أكثر من 600 نوع حيواني مهدد بالانقراض. ولهذا الغرض وضعت هذه الوزارة استراتيجية وطنية لحماية التنوع الحيواني بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.